لاقيني على الفيسبوك شوف الضج شوف اللو. نعيمة الله ينعم عليكي. وتشك تشك 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 وتشك تشك 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 تشك. خلص حبيبي خلص قدري، والله ضبحتنا بهالغنية لسه من الصبح للمساء من الصبح للمساء، والله ما تسمعك ميدو بتنتحر. ليه يا تنتحر؟ لك انا شقد شفت خلقوا نسوان، بس مثلك ما شفت وحدة بتناكد جوزها بهالشكل، لا شفت ولا عيني رأيت. شو بك حبيبي؟ شو بك قدري؟ يعني عم بمزح معك، شو بك زعلت؟ زعلت ما؟ ايه زعلت، زعلت ماكم. إيه لا ما في تزعى. لك ايش بك هزار؟ واخ، كمان الزعل بالبيت ممنوع العمص. خلص خلص طيب حبيبي زعل، زعل قد ما بدك وبس ارضى ابقى قلي. هالزورة يعني إذا صالحتيني برضى. لا حبيبي خليك زعلان، مين قال بدي صالحه؟ يعني بون عليكي أنا جوزك حبيب قلبك، تعيفيني هيك جوعان وزعلان؟ زعلان ايه بس جوعان لا، خس الجوع. يعني ايش ما طلبت منك بتطبخي لي؟ اطبخ؟ لك ايه هزار، اذا صعب عليكي بلاها. لا مو صعبه، انا الشيف وجدي بيتعلم مني وبيغار مني اساسا. ليك قول شو بدك. مكسيكان، هندي، طلياني، سويسري، الماني، سعودي، قطري، لبناني، اي شيء قول. اقوله علي الامان؟ ايه لحمة بالصينية. شو؟ لحمة شو؟ لك ايه لحمة بالصينية. ايش بك نجقم حنكك؟ ايه هاي لا ايطالي ولا باكستاني، شامي. يا مهي روح المطبخ الشامي، اروح قتل في المطبخ الشامي ودخيل الشامي وتشوقف انا. خلص قدري خجلتني. ايه هذا حكي. لاقيني على الفيسبوك وتشك تشك 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 تشك. لاقيني على الفيسبوك. كيلو لحمة مفرومة على الماكينة. هاي كيلو لحمة مفرومة على الماكينة، أربع حبات بندورة حمرة، هاي عنا كيلو. رشة بقدونس ناعم، هاي بقدونس. ولي بصل، بصل مفروم. يا الله بدي أفرم بصل كمان تطلع ريحتي بصل. بلا البصل أنا مش مبينة، أنا ناوية على إيه. هزورتي ليكني ليكني هون هون. كني بلش الطبخ ولا لسه؟ ايه حبيبي بلش، انت حط ايدك رجلك بمي بعدين. خليني اساعدك. لا ما بدي حدا يساعدني، شو عم بطبخ اشي انا يا قدري؟ نقلت لحالي يعني نفسين على الطبخة بيكون احسن، بتطلع الاكل اسكى. قدري مشان الله ما تنق فوق راسي، روح روح على الصالون هلا بتحترق الطبخة. لا ابوس ايدك، كل شيء الا تحترق الطبخة، ابغض ما علي انه الطبخة تحترق، ما بكفينا هداك النهار المقلوبة؟ وبه انصرف انصرف على الصالون. يلا يلا امرك سيدتي. سلام عليكم. يا ربي تحترق الطبخه، يا الله هذا فرن شلون بدي اتعامل معه انا. وينك يا نور زعلي؟ هاي صبايا. صار ريحة طيبة؟ لك أنا ريحة أنت الثانية؟ شو صار معك عم روايح؟ نور الحلوة، أنت شو عارفة كنت بحب اللحمة بالصينية؟ لا أنت أكيد صاير لك شي، وليه؟ لتكوني أكلتي لك ضربة شمس؟ لك نور عم بسألك شو عرفة؟ أنا؟ يمو ما قلت لك إنه أكلت لها ضربة شمس؟ لك والله العظيم أنا فقيرة ما حدا بيرد علي. لكن شو ريحة اللحمة اللي فايحة بالبناية كلها؟ والله منظر حلو، تعليني بعرف أطبخ ما بني شي. ايش هذا يا غادة؟ ايش هذا؟ براي صفري، براي غط على قلبي، غبيان غبيان. لك ايش الريحة الحلوة هي؟ هي بس الريحة، لا لتذوق الطعم بدك تاكل اصابيعك وراهم. ما خرج ضاين اكثر من هيك طاول طاول. لك اذا الريحة هيك الطعم شلون؟ والله تاريكي يا هالزورة مالك قليلة طاول. لكن حبيبي شو مفكر؟ الطبخ فن ذوق اخلاق. غميان يا عم تسوقي ولا عم تطبخي انتي؟ لك انت ما بتعرف انا اساسا بتعلم الطبخ من ستي، كانت ستي بتاخذ العقل اكله ما في منه عليها نفس. الله بجنن الكوردون بلو الستيك بشهي من تحت زياتها، ولا السيفود ولا السيفود، لانه جدي اساسا كان قبطان، كان رفيقه للقبطان كوستو اكيد بتعرفه. ولك قدري ما
ما بتبطل هالعادة كل ما بكون عم بحكي بتمشي ما؟ أنا بورجيك. لك يلا هزار هزار هزورة هزورة. لك دي قوام راي أموت بالجوع. لك خلص حاجتني بقى قدري. يا الله شو بتنقلح يحتلوا إيدي من نقام. ليك جهزت ليش بتنق كتير؟ إيه ما في أسرع مني بالطبخ. شبه كشت يعني بحياتك ما شفت لحمة كاشة. بعدين حبيبي انت بدك المنظر ولا الطعمة؟ كول كول. يا مو يا مو ايش قد مالحة. لا ابدا مو مالحة. انا عم بقول مالحة وانا عم بقول مو مالحة. يا لطيف شو قد عقلك يابس وما بتعترفي بغلطك. يا لطيف وما بتعرف طعمة تمك. انا ما بعرف طعم التمي. ايه ومين بده يحسم الامر بيناتنا؟ حبيبي الامر محسوم، مو مالحه يعني مو مالحه، نقطة انتهى. على كيفك الشغله يا ستي، مو محسوم الامر وما انتهينا، وانا بدي اجيب لك شهود على هذا الحكي. لك وين رحت؟ وين اخذت الصينيه المجنون؟ طولي شان الله 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 الله. جارت للفنانة دادو أبوس إيدك دوئية. أدري مالي ما قلت لكها بعد بوشي بعد. لا عن جد دوئية دوئية. لكن انت شو جنيتو دوئية؟ بحلفك بفنك الجميل بغنيتك الرائعة إلا الدوئية. أدري خلص خلص حبيبتي امشي اهدي 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 اهدي. لك وين فنانة دادو؟ جارتنا؟ طيب انت يا سنور ما بدك تدوئي؟ كني ما حدا بيدوق؟ العمص خارجة. ايه من عنا بالجيراننا سميحة. ابوس ايدك دوئية دوئية دوها فورا. وانت يا اسي لبنى؟ انا من غير ما تحلف علي رح دوق. شفتي؟ والله والله ما تدرى خالته فريدة انه انا عزمتك على هي اللحمة وما دوقت اياه. والله لا تزعل ميكين لبنى. لك فهموني بقى مالحة ولا ماي مالحة؟ كان ناقصة شوية بقدونس. ليش منكدرين بقدونس؟ هزوة؟ ما في التفسير بقدونس. اكره ما علي افرم البقدونس، كتر خير الله اللي فرمت هدول اللي عم تاكليهم. المهم مالحه ولا مو مالحه؟ بتعرفي هالزوره؟ عنا بضيعه بيحطوا لك هالشرحات بطاطا على الوش بيأمرون تأمير وبيكتروا البندقل وبتطلع بتجنن. ان شاء الله المره الجايه بحط لك بطاطا. هلا شيلونا من البطاطا ومن البقدونس ومن البصل، فهموني. انسه سميحه جارتنا من جيراننا انسه لبنى، اللحمه مالحه ولا ما مالحه؟ يعني الملح ظاهر ولا لا؟ اه ما حسيت. يمكن ملح شوي. لبونة انت شو رأيك ملحة؟ انا برأيي ما فيها ملح. انت شو رأيك؟ لك انا شفتها ملحة ماكن. مو فارقة لانه انزلطت. يا عم ايه والله ايش بدنا نتغدى هلا؟ غميان. يا الله يا قدري مو معقول. انت عم اقول لك البنت واقعة بورطة واقعة بورطة مشكلة كبيرة يعني، وانت بتقلي قومي اعملي لي بيض عيون. لك منو هاي الوقعانة بورطة؟ نونو نونو. يا ما على الله جارتنا الانسه نور وعاني بورطه وما عم تحكي؟ حرام لازم نساعدها، هاي البنت لحالها بهالبلد ما لحدا وحدانيه خطي. شوفي هزار اذا لازمه مساعده نحن جاهزين، ما تنسي هالرعبه سدادي. لا حبيبي اطمن ما تخاف، وقت اللي بدها مصاري بتقول له لابوها بيبعت لها بالرزم من دبي. العمص لك كان ايش صاير معها؟ ليكون هذا وائل رجعان تغلظ عليها؟ ها ترى انت ما بتعرفي ايش ممكن اساوي فيه، شرير ماكن وقت الازمات. خلص قدري خلص فهمنا حاجة تلت وتعجم. بدي روح شوف البنت شو صاير معها. دبر حالك انت. هزار ترى ايش من طلبت نحن جاهزين. نخوة بس ما تطلب مصاري. ايه ما عرفت شو بدي اقول له. امدجيتهم يا هيك ديش. لا لا بقلهم يشوفوا حالهم كمان. والله انا في شغله ما عم بفهمها يا نونو، هن اصحابين البيت ولا انت؟ هزار الله يوفقك مو ناقصتك. لك فوق ماني واقفه معك. انا زعلانه عليكي، انا زعلانه عليكي، كلياتهم عم يستغلوكي وانانيين. والله والله ما حدا حاسس فيكي قدي. واضح هزوره واضح. طيب هزوره شو رايك تروحي تشوفي لي شو عم بيعملوا البنات؟ تجسس عليهم يعني؟ ما حلوه منك نونو والله ما حلوه. اردفي عم ناعم. والله متغيره انت. لا يعني لا
ما بيصير تحكي هذا الحكي، هذا مو بيت اللي خلفونا، ما بيطلع لنا نحكي نحنا. حبيبتي انا بدفع اجار الغرفه عن البنت وعشر اضعاف كمان. طيب لك يا ميدو يا ميدو يا حبيبتي، طولي بالك طولي بالك شوي. يا الله لك هلا بتنجلطي بصير لك شي شغله. انا ما عم بفهم هي نونو، يعني معقوله هيك تجيب وحده على البيت وتتحشى هيك بمناخيركم؟